السلام عليكم اخوتي، انا بغيت نحكي لكم القضيه نتاعي. انا انسان فلاح بسيط، عندي شويه سعيه شويه ميس، لقيت بالخبز فيهم هذوكم راس مالي. جاو السراكات داهم خلوني في الطرحة. أنا نوجه نداء السلطات والشعب الرحيم اللي فوق قلبه رحمة، والسرك اللي سركهم راح أعطيني 60 مليون ولا 70 مليون وأنا نمدهم له هكذاك، مدهم له انا ما كان حتى مشكل. بصح هو الدهم غدرني للغالب، انا حياتي كامله وانا نعس، حياتي كامل وانا نعس. الليله دي ما عسيتش فيها الدهم، الليله دي ما عسيتش فيها الدهم. 43 سنه لا زواج لا والو، مازالني سيليباتير يتيم. سمع كلمة نسيم، دمعة تولي تسرسر.